الرئيس السيسي رأس اجتماع للمجلس الأعلى للقوات المسلحة. أولاند يقول إن فرنسا ستقود حربا سياسية وعسكرية ضد تنظيم داعش، ومقتل شخصين واعتقال 7 آخرين في عملية لمكافحة الإرهاب بشمال باريس. انطلاق فعاليات مؤتمر أخبار اليوم لدعم السياحة بمدينة شرم الشيخ تحت شعار صناعة الأمل في بلد السلام. الرابعة عصرا في القاهرة بانوراما النيل، تغطية إخبارية شاملة من قناة النيل للأخبار. مرحبا بكم. يترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي الآن اجتماعا للمجلس الأعلى للقوات المسلحة. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال اتصال هاتفي اليوم على قوة ومتانة العلاقات الثنائية بين البلدين على الأصعدة والمجالات كافة، والتنويه إلى كونها علاقات تاريخية قوية وراسخة وسيزداد تعزيزها في المرحلة القادمة التي ستشهد آفاقا جديدة للتعاون بين البلدين. وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس السيسي أعرب عن تفهم مصر وشعبها للألم الذي يستشعره الشعب الروسي الصديق جراء حدث سقوط الطائرة الروسية المنكوبة، منوها إلى التعاون الذي تبديه السلطات المصرية مع السلطات الروسية المعنية في كافة مراحل التحقيق والوقوف على كافة الملابسات والتفاصيل التي تحيط بهذا الحادث. وأضاف أن الرئيسين توافقا خلال الاتصال على ضرورة تعزيز التعاون الدولي في مواجهة الإرهاب، خاصة أن المرحلة الحالية تفرض أكثر من أي وقت مضى أهمية تضافر جهود البلدين معا من خلال مقاربة دولية شاملة تضمن اتخاذ إجراءات حاسمة ورادعة ضد قوى التطرف والإرهاب التي باتت تستهدف كافة دول العالم دون تفريق. وللمزيد من المتابعة انضم إلينا عبر الهاتف الدكتور سمير راغب المحلل السياسي والاستراتيجي. دكتور، الرئيس السيسي أكد خلال اتصال هاتفي مع بوتين على قوة ومتانة العلاقات بين البلدين، هل ترى أن عمق العلاقات المصرية الروسية هو أكبر من أن تزعزعه أي حوادث عارضة؟ تحياتي لك يا دكتور علي، تحياتي للأستاذ غادة. شكرا يا فندم. العلاقات المصرية الروسية القنصلية بدت عام 1784، والعلاقات الدبلوماسية بدت 1943، والعلاقات العسكرية بدأت 1956، وهذا يعكس بشكل واضح وبالأرقام مدى عمق تلك العلاقة. يعني تميزت العلاقة المصرية بحياتها بالنضج الشريف، فمهما كان هناك خلاف لا يسع الدولتين للاصطدام، بنيت العلاقة على الندية والاحترام المتبادل والمصالح المتبادلة، والدليل أننا انتصرنا في حروبنا بسلاح روسي. خدنا حرب الاستنزاف بسلاح روسي وانتصرنا وعبرنا بسلاح روسي، ورغم طرد الخبراء الروس الى ان الروس استمروا في تقديم الدعم سواء ما تبقى من مرحله الاستنزاف او الحرب، ورغم انقطاع العلاقات وفتورها لفتره الى ان الجانب الروسي ظل يقدم الدعم الفني والخبرات لما لدينا من اسلحه حتى عوده العلاقات مره اخرى. كلمة الرئيس بتعكس تاريخ حقيقي وبتأتي لترد على كل المشككين بأن ما صدر عن الجانب الروسي بخصوص سباق التحقيقات بالأمس أثر بأي شكل من الأشكال على العلاقات ما بين الدولتين. كما أكد الاتصال التليفوني على أن مصر على موقفها القانوني أن التحقيقات لم تنتهي، وأن من سيحدد نتائج التحقيقات هي اللجنة المكلفة وما سيصدر من النائب العام المصري طبقا للقانون الدولي. اهم نقطه في كلام الرئيس النهارده، نعم، هي فكره ان تسويه الخلافات وتحقيق الامن والاستقرار في المنطقه سيساهم بشكل كبير في القضاء على الارهاب، وان الارهاب يمس كل العالم دون تمييز، وخاصه ان روسيا من الدول التي تمتلك الكثير من الاوراق في حل المشاكل في المنطقه سواء في العراق او في سوريا
او في اليمن او حتى بالتدخل لاصدار قرار بما يتعلق بليبيا. دكتور سمير راغب المحلل السياسي والاستراتيجي، نشكرك شكرا جزيلا. يعقد البرلمان الروسي بمجلسيه جلسة مشتركة الجمعة المقبلة لبحث قضية مكافحة الإرهاب، وأضاف سيرجي ناريشكين رئيس مجلس الدوما الروسي أن الاجتماع سيشارك فيه رؤساء المجالس التشريعية الإقليمية والممثلون عن الأديان وممثلو المنظمات الاجتماعية والشبابية. من ناحية أخرى، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما لتشكيل لجنة وزارية مشتركة لمكافحة تمويل الإرهاب، كما أوصى بوتين النيابة العامة والبنك المركزي والأقاليم بإرسال معلومات وبيانات حول المتورطين في الإرهاب إلى لجنة مكافحة تمويله والمقرر تأسيسها. في كلمته أمام ممثلي البلديات، قال الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند، قال إن بلاده ستقود حربا سياسية وعسكرية ضد تنظيم داعش المتطرف الذي أعلن مسؤوليته عن هجمات باريس الدامية الجمعة الماضية. وأكد الرئيس الفرنسي أن المداهمات في سان دوني جاءت للقضاء على خطر إرهابي مرتبط بهجمات باريس، لافتا إلى أن جماعات استهدفت الفرنسيين وخصوصا الشباب الذي يمثل الحرية والكرامة، ملمحا إلى أن الاعتداءات التي استهدفت باريس أرادت أن تستهدف القيم التي تمثلها فرنسا. وأضاف أن فرنسا ستوجه كافة إمكانياتها لمكافحة الإرهاب وحماية المواطنين، مؤكدا أن فرنسا ستظل بلد الحرية والثقافة ولن تخضع للخوف. قال مدعي باريس فرانسوا مولان، قال إن السلطات التي أمرت بمداهمة الشرطة لمبنى في ضاحية سان دوني بشمال باريس تلقت معلومات قادتها للاعتقاد أن المدبر المشتبه به في هجمات يوم الجمعة الماضية قد يكون داخل المبنى الذي تم مداهمته. وقال مولان بعد انتهاء الحصار إنه يستحيل في هذه المرحلة التأكد من الأشخاص الذين كانوا بموقع المداهمة. هذا وأسفرت العملية عن مقتل اثنين من المشتبه بهم، أحدهما امرأة فجرت نفسها بحزام ناسف، كما اعتقل 7 آخرون في هجوم كبير للشرطة الفرنسية المدعومة بقوات خاصة من الجيش على أحد المنازل بوسط سان دوني بشمال باريس، وقد أصيب عدد من رجال الشرطة في إطلاق نار كثيف بين الجانبين خلال المداهمة للمنزل الذي لا يزال يتحصن به أحد المتهمين. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة الفرنسية باريس الدكتور محمد الألفي المحلل السياسي. دكتور محمد، بعد التحية، أهم ما استوقفك خلال كلمة الرئيس فرانسوا أولاند أمام ممثلي البلديات؟ أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ المشاهدين الكرام. الحقيقة أنه كلمة الرئيس هي استكمالا لما قاله أمام البرلمان الفرنسي بغرفته بعد يوم الاثنين الماضي، والحقيقة هو ركز على فكرة وحدة المجتمع الفرنسي وتقاليد الجمهورية الفرنسية وعدم الذهاب بعيدا إلى فكرة أن هناك يعني إلصاق التهمة بأشخاص أو بأقليات موجودة، يعني بيهدف إلى فكرة أنه ما يتمش تصوير انه من ارتكبوا يدينون تحديدا بالاسلام وانه دول هم اللي يكونوا يعني يتم التوجيه اللوم ليهم او نبذهم داخل المجتمع الفرنسي. كمان كان في رساله سياسيه، لان احنا عارفين ان في انتخابات بلديه على الابواب هنا في فرنسا، انه يجب ان يكون الجميع صوت واحد مهما كان الاختلاف السياسي. وكرر قال انه بعض الاجراءات اللي اتخذها اللي قالها في الخطاب يوم الاثنين اعادها على رؤساء البلديات، ولانه الحقيقه البلديات بتقوم بدور كبير لان هي فيها خليط كبير من مش بس رؤساء البلديات من اصول فرنسيه، لا من خليط كبير من الشخصيات لها جذور من حول دول العالم. واحنا شفنا الكلمه اللي قبل الرئيس هولاند كانت كلمه رئيس بلديه باريس.
ركزت على نفس المضمون، وبالتالي هو يعني بيعلن مرة أخرى نحن في حالة حرب، وبيكرر أن احنا سنحتاج إلى دعمكم ودعم المجتمع بالكامل دون إقصاء أحد. لكن الجديد في عملية اليوم أن حضرتك عملية اليوم لما تمت فجر اليوم تمت بناء على تقديم معلومات من المخابرات المغربية إلى المخابرات الفرنسية، بناء عليه تمت عملية المداهمة فجر اليوم. نعم. وهذا ما أعلن مؤخرا. نعم دكتور محمد، في كلمة الرئيس فرانسوا أولاند أكد على تمسكه بمبادئ العلمانية وحق كل إنسان في ممارسة شعائره الدينية، ولكن دون أن يسمح بأي تهديد للدولة. في أي سياق وأي شخص أو جهة يوجه إليها هذا الخطاب تحديدا؟ هو طبعا تحديدا هو بيخاطب بجهتين، مش الساسة تحديدا، هو بيخاطب اليمين المتطرف وبيخاطب العامة الذين يعني ترتفع لديهم وتيرة الإسلاموفوبيا، ودول بيهتزوا من أي حادث بيحصل وبيتصوروا أنه وجود خليط من مجتمعات أخرى أو من أجانب، أو تحديدا خلينا نقول بصراحة من ينتمون إلى جذور ديانة إسلامية إن كانت جنسياتهم الصادقة، أن هم لأنه أن هم سيشكلوا خطر عليهم في وقت وطاقة، لأن إحنا شفنا في بعض مناطق جنوب فرنسا يعني خرجت بعض العشرات الأفراد اللي هم بيطالبوا نريد فرنسا بدون مسلمين، نريدها بدون متطرفين، فده في حد ذاته يعني يشعر بالقلق، وبعض الجاليات هنا شعرت بالقلق. لكن كمان خليني أقول لحضرتك إنه فرنسا والدول الغربية تتحمل جزء كبير مما يحدث الآن على أراضيها بشكل أو بآخر، لأنه الحقيقة هم احتضنوا يعني تقريبا كافة العقائديين المتطرفين مع اختلاف دياناتهم. نعم. احتضنوهم، ومن يحتضن العقائدي المتشدد مش يعني من ايا كانت ديانته فهو يحتضن قنبله موقوته، وبالتالي نحن امام اعاده مشهد مثل يعني اذكر حضرتك مشاهدين الكرام بفكره الافغان العرب. هؤلاء هم اولاد فرنسا من الجيل الثاني والثالث، ومنهم فرنسيين يعني اصولهم فرنسيه، وبالتالي نحن امام عوده يعني خلينا نقول الاوروبيين الدواعش الان يعني بس. نعم. يعني هي نفس الفكره مره اخرى بيتم تكرارها بسيناريو اخر. وانا خليني اقول لحضرتك ان ده كله شغل ممنهج ومش شغل عبثي او يعني مش مخطط ليه. نعم الرئيس الفرنسي تحدث عن البلديات وقال 36 ألف بلدية فرنسية بيعول عليهم، إلى أي مدى يمكن أن يعول بالفعل على هذه البلديات في تحقيق الأمن بالنسبة للمواطن الفرنسي في ظل التهديدات الإرهابية؟ الحقيقة خليني أقول لحضرتك جملة قبل ما نقصد للنقطة دي. النهاردة أحد أفضل خطابات فرانسوا أولاند، لأنه خطاب رئيس دولة بدولة مؤسسات بمعنى الكلمة. نرجع للنقطة اللي حضرتك قلت عليها، كما هو معلوم البلديات أو المحليات أو ما يشبه ذلك هم اللي بيمثلوا الدولة في كافة مناطقها، وبيمثلوا نفوذ الدولة في كافة مناطقها، وهم الأكثر تواصلا مع الجمهور، وبالتالي هم مطلوب منهم الآن النقطة اللي حضرتك قلتها، يعول عليهم يعني يعول عليهم في إقرار السلام، في إقرار التفاهم، في إقرار سماحة الدولة مع كل مواطن أو كل مقيم شريف. ده هو المقصود به، لأنه هو عاوز يكسر حالة الاحتقان اللي عبر عنها بخطابه النهاردة. نعم دكتور محمد الألفي المحلل السياسي من العاصمة الفرنسية باريس، شكرا جزيلا لك. أبحرت اليوم حاملة الطائرات شارل دي غول وعلى متنها 26 طائرة متوجهة إلى شرق المتوسط للمشاركة في العمليات ضد تنظيم داعش. بالتزامن أعلنت وسائل إعلام أمريكية تحويل مسار طائرتين تابعتين لإير فرانس أقلعتا من الولايات المتحدة بعد تلقي تهديدات بوجود قنابل على متنها. وتم فحص الطائرتين بعد هبوطهما بأمان جنوب الولايات المتحدة دون العثور على متفجرات. كانت الرحلة الأولى متجهة من واشنطن إلى مطار شارل دي غول، بينما كانت الثانية متجهة من لوس أنجلوس إلى العاصمة الفرنسية باريس.
أطلقت دار الإفتاء مبادرة عالمية تستهدف غير العرب للتصدي للعداء والكراهية تجاه المسلمين أو الإسلاموفوبيا، بالإضافة إلى توضيح حقيقة الإسلام والرد على إدعاءات الجماعات المتطرفة في الغرب. وجدد مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام في المؤتمر الصحفي الذي عقد بدار الإفتاء جدد إدانته للحادث الإرهابي في باريس، مؤكدا أن المبادرة ليست الأولى التي تطلقها دار الإفتاء لمواجهة الفكر المتطرف والرد على الفكر المتشدد المضلل. وأشار المفتي إلى التحديات الكبيرة في الداخل والخارج التي تحتاج لتضافر كافة الجهود. انطلقت اليوم فعاليات مؤتمر أخبار اليوم لدعم السياحة تحت شعار صناعة الأمل في بلد السلام، وذلك بمشاركة عدد كبير من الوزراء والعديد من رجال الأعمال والمستثمرين بالقطاع السياحي لمناقشة آليات دعم القطاع السياحي في مواجهة الأزمة الحالية. ومن المقرر أن يلقي اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والكاتب الصحفي ياسر رزق كلمتين في الافتتاح. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا من شرم الشيخ عمرو عبد العزيز مراسل النيل. عمرو، كيف تتابع فعاليات مؤتمر أخبار اليوم لدعم السياحة؟ نعم علي، يعني هذا المؤتمر الذي بدأ في صباح هذا اليوم وشارك فيه العديد من الوزراء والمحافظين والمستثمرين ورجال أعمال من هنا من محافظة جنوب سيناء وغيرهم من الفنانين الذين حضروا لعملية تنشيط ودعم السياحة. من جديد كانت هناك يعني اقتراحات عرضت من قبل المستثمرين على اعضاء الحكومه، وقد وعد الحكومه باخذ هذه المقترحات في عين الاعتبار، وقد اكدوا لهم بانه لا مساس باعمالهم تماما، وبالعكس سيكون هناك مسانده من قبل الاجهزه الحكوميه المختلفه وتسهيلات في على كافه الاصعده للمستثمرين كي لا تتوقف الحياه هنا في مدينه شرم الشيخ. ستكون هناك عمليات تنميه شامله لمحافظه جنوب سيناء بشكل عام، سواء للقطاع السياحي او للخدمات الاساسيه للمواطنين. من المنتظر انه بعد ساعات قليله من الان تنطلق مسيره من قبل العديد من الفنانين والشخصيات العامه واصحاب الفكر والراي في هنا في مدينه شرم الشيخ كنوع من انواع دعم وتنشيط السياحه وتوجيه رساله للعالم الخارجي ان مدينه شرم الشيخ هي مدينه امنه. عمرو عبد العزيز مراسل النيل من شرم الشيخ، نشكرك شكرا جزيلا. شهد ميناء سفاج البحري اليوم وصول السفينة السياحية العملاقة من شيفتو وعلى متنها 1849 سائحا ألمانيا و840 من أفراد الطاقم، وذلك لزيارة المعالم والمتاحف الأثرية والتاريخية بالأقصر. وقال رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر إنه تم إنهاء كافة إجراءات الجوازات على متن السفينة واستقبال السياح بصالات الوصول الجديدة بالميناء وإنهاء إجراءات التفتيش والجمارك بتواجد الجهات المعنية. أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بالقانون رقم 114 بتعديل المادتين 16 و14 من قانون اختيار العمد والمشايخ. تنص تعديل المادة 16 على أن تتولى فحص طلبات شغل وظيفة العمدة أو الشيخ لجنة تشكل من نائب مدير الأمن رئيسا ومدير إدارة البحث الجنائي بمديرية الأمن ومفتش قطاع مصلحة الأمن العام ومفتش قطاع الأمن الوطني وقاضي من المحكمة التي تقع في دائرتها القرية محل الوظيفة الشاغرة بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى كأعضاء. لا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا بحضور 4 من أعضائها بمن فيهم الرئيس، وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية الأصوات، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس. يختار أصحاب الشأن بالقرارات الصادرة من اللجنة، ولمن استبعد اسمه أن يتظلم من قرار اللجنة إلى وزارة الداخلية خلال 15 يوما من تاريخ إخطاره كتابة بالقرار، ويصدر وزير الداخلية قرارا في التظلم خلال شهر من تاريخ تقديمه وتبلغ به مديرية الأمن لإخطار صاحب الشأن. المادة 14
تكون في كل مديرية أمن لجنة تسمى لجنة العمد والمشايخ، تختص بالنظر في مسائل العمد والمشايخ وما يتعلق بهم وفقا لأحكام ذلك القانون. تشكل لجنة العمد والمشايخ من مدير الأمن رئيسا ورئيس نيابة يختاره النائب العام ويوافق عليه مجلس القضاء الأعلى ومدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية ومفتش قطاع مصلحة الأمن العام ومفتش قطاع الأمن الوطني وأقدم اثنين من عمد قرى المركز الذي تتبعه القرية المعروض أمرها على اللجنة. تصدر قرارات اللجنة بأغلبية الأصوات وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وللجنة أن تستعين بمن تراه للمشاركة في أعمالها دون أن يكون له صوت معدود. أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أن بلاده ستنشر المزيد من العسكريين في العراق من أجل تأهيل الجيش والشرطة، مؤكدا عزمه إنهاء الضربات الجوية ضد تنظيم داعش في سوريا والعراق. من ناحية أخرى، ناقش نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن مع زعيم كردستان العراق مسعود برزاني نجاح القوات الكردية في استعادة السيطرة على مدينة سنجار من أيدي متشددي داعش، مؤكدا استمرار الضغط عليهم خلال الأسابيع والأشهر القادمة. خسائر متتالية وبشكل يومي يتكبدها تنظيم داعش الإرهابي في العراق. الطيران العراقي قصف الثلاثاء مواقع للتنظيم في محافظتي صلاح الدين والأنبار، كما قتلت القوات المشتركة بإسناد من طيران التحالف الدولي 12 عنصرا من داعش بينهم قيادات في التنظيم بالأنبار، ومن بين القتلى أبو سياف مسؤول داعش في منطقة البودعيج بالأنبار، كما قتل 4 إرهابيين من قيادات التنظيم المقربين من زعيم داعش أبو بكر البغدادي بينهم أبو طلحة الشامي وعبد الله الأنباري. الغارات تسببت أيضا في إلحاق خسائر بمعدات التنظيم وتدمير سيارات ملغومة ومعدات هندسية ومواقع تجمع لعناصر التنظيم. وفي سياق متصل، أعلن رئيس الحكومة الكندية جاستن ترودو الثلاثاء أن كندا ستنشر المزيد من العسكريين في العراق من أجل تأهيل الجيش والشرطة، مجددا التأكيد على عزمه إنهاء الضربات الجوية ضد تنظيم داعش في سوريا والعراق. ويتولى عملية التأهيل منذ عام أكثر من 69 جنديا كنديا. وكانت القوات الكردية قد نجحت في استعادة السيطرة على مدينة سنجار العراقية من أيدي متشددي داعش قبل أيام. البيت الأبيض من جانبه أعلن أن نائب الرئيس جو بايدن تحدث مع رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البرزاني الثلاثاء لبحث هذا الإنجاز، وأضاف أن الزعيمان أوضحا أن الضغط على تنظيم داعش سيستمر في الأسابيع والأشهر المقبلة في إطار حملة مكثفة للضغط على التنظيم الإرهابي ودحره من أرض الفرات. بانوراما النيل مستمرة معكم وفيها بعض أخبار الاقتصاد. طيران التحالف العربي يستهدف مخازن صواريخ وقوارب للحوثيين في تعز، وهيومن رايتس تطالب الحوثيين بالامتناع عن استخدام الألغام الأرضية. الرئيس السيسي يرأس اجتماعا للمجلس الأعلى للقوات المسلحة. أولاند يقول إن فرنسا ستقود حربا سياسية وعسكرية ضد تنظيم داعش، ومقتل شخصين واعتقال 7 آخرين في عملية لمكافحة الإرهاب بشمال باريس. انطلاق فعاليات مؤتمر أخبار اليوم لدعم السياحة بمدينة شرم الشيخ تحت شعار صناعة الأمل في بلد السلام. ونتحول الآن مشاهدينا لمتابعة أبرز أخبار المال والأعمال. الزميل محمد سليمان يقرأ النشرة الاقتصادية، إليك محمد.
شكرا لك علي وأشكرك جدا. مرحبا بكم وهذه أخبارنا الاقتصادية في بانوراما الرابعة وأبرز ما فيها. قرار جمهوري بإعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي لمدة 4 سنوات، عامر محافظا ونائبين وستة أعضاء. مرحبا بكم مجددا. أعلن البنك المركزي المصري عن صدور القرار الجمهوري رقم 428 لسنة 2015 بإعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي، وتضمنت المادة الأولى من القرار تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي برئاسة طارق حسن عامر محافظا وعضوية كل من جمال عبد العزيز نجم ولبنى محمد هلال نائبين، وتم تعيين الشريف سامي عضوا بمجلس إدارة البنك باستفاضته رئيسا لهيئة الرقابة المالية، وتعيين ممثل لوزارة المالية بالإضافة إلى 4 أعضاء من ذوي الخبرة، هم الدكتورة هالة حلمي السعيد خبيرا اقتصاديا، والمستشار يحيى راغب الدكروري خبيرا قانونيا، والدكتورة ليلى الخواجة خبيرا اقتصاديا، وكمال سمعان بباوي أبو الخير خبيرا ماليا واقتصاديا. كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن انخفاض العجز في الميزان التجاري بنسبة 25.7% خلال أغسطس من العام الجاري مقابل نفس الشهر من العام الماضي ليبلغ 27.9 مليار جنيه. وأشار الإحصاء إلى انخفاض قيمة الصادرات المصرية بنسبة 14.4% لتبلغ 13.1 مليار جنيه خلال أغسطس الماضي مقابل 15.3 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة، مرجعا السبب إلى انخفاض قيمة بعض السلع وأهمها منتجات البترول. وأوضح الإحصاء أن قيمة الواردات انخفضت بنسبة 22.5% لتبلغ 41 مليار جنيه خلال أغسطس 2015 مقابل 52.9 مليار جنيه خلال أغسطس 2014 بسبب انخفاض قيمة بعض السلع وأهمها القمح. أعلن وزير التموين خالد حنفي عن عدد من المبادرات من السلاسل التجارية الكبرى العاملة في مصر لخفض الأسعار خلال الفترة القادمة. ومن ناحية أخرى كشف حنفي عن طرح مبادرة تتبناها المجمعات الاستهلاكية والسلاسل التجارية الكبرى لطرح وجبات متكاملة ومتنوعة يوميا لعدد 4 أفراد بقيمة 30 جنيها للوجبة. هو سباق للزمن لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بخفض الأسعار نهاية هذا الشهر، توجيهات تم الإعلان عنها خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير التموين الدكتور خالد حنفي للإعلان عن عدد من المبادرات بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية والسلاسل التجارية الكبرى العاملة في مصر لطرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين. مش ممكن هنشتغل من خلال أدوات الدولة فقط، احنا لازم كمان ندخل معانا كل الاطراف عشان نروح كلنا لنفس الهدف، أسرة المصرية البسيطة، أسرة المصرية العادية، حتى لان الأسرة المصرية العادية حاسة بضغط شديد جدا في الحياة اليومية. الحاجات الاساسية اللي تهم المواطن كلها هيكون اسعارها مسيطر عليها بشكل كبير بمبادرات من كل الاطراف، منها اللي انخفض بشكل كبير، وكل ده هيكون ثابت لفترة طويلة، فالمواطن يبقى مطمئن لهذه الأمور. خلال المؤتمر تم الإعلان عن اتخاذ عدة إجراءات، منها زيادة المعروض من السلع الغذائية سواء في المجمعات، وكذلك توريد السلع الغذائية للسلاسل التجارية الكبرى عن طريق الشركة القابضة للصناعات الغذائية للعمل جنبا إلى جنب مع السوق الحر. احنا بالنسبة لنا كقطاع أعمال عام تخفيضات سريعة عندنا من فترة، وهو الجديد انها امتدت لتشمل مجموعة سلع جديدة زي الصلصة، زي السمك، زي الرز، زي الدقيق، ما بقتش بس قاصرة على اللحوم الطازجة اللي نزل سعرها 50 جنيه، ولا الدواجن البرازيلي الفاخرة اللي سعر الكيلو منها 19 جنيه. المجتمع كله حس ان كان في حاجة خطأ من شهرين او 3 شهور.
الخطأ ده رجع كان لقواعد سعر الصرف في السياسة النقدية، ويمكن الاتحاد أول ما ننبه إليه في هذا الأمر. كلنا مع بعض يهمنا في النهاية إن المستهلك، لأن المستهلك ده أهم حاجة بالنسبة للمنتج أو التاجر. يعني لو المستهلك ده عزف عن شراء منتجي أنا مش حاضر أعيش. وأطلقت وزارة التموين مبادرة كون وجبتك بالتعاون مع السلاسل التجارية الكبرى، وهي عبارة عن وجبة تكفي 4 أفراد ويبلغ سعرها 30 جنيها، يتم طرحها مطلع الأسبوع القادم. أشرف إبراهيم، النيل. وإلى البورصة المصرية، والتي تبدلت مؤشراتها إلى صعود جماعي عند الإغلاق بدعم من عمليات شراء ملحوظة من المؤسسات وصناديق الاستثمار المصرية والأفراد العرب والأجانب على الأسهم، وذلك لاقتناص فرص الهبوط الحاد والذي منيت به غالبية الأسهم خاصة الكبرى منها. وأغلق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالسوق عند مستوى 418.3 مليار جنيه، بزيادة قدرها 900 مليون جنيه عن الأمس، وبلغ حجم التداول الكلي بالسوق نحو 490 مليون جنيه. تأتي أخبارنا الاقتصادية في بانوراما الرابعة، وعودة للسياسة مع زميلي علي مبارك وغادة فاروق. شكرا لك محمد، شكرا جزيلا. شن طيران التحالف العربي غارات جوية استهدفت مخازن للصواريخ تابعة لميليشيا الحوثي والمخلوع صالح جنوب مطار تعز الدولي شرق المدينة. كما استعادت المقاومة الشعبية السيطرة على مركز المديرية في تعز بعد اشتباكات مع الميليشيات أسفرت عن مقتل العشرات من المتمردين، ولاد البقية بالفرار تاركين قتلاهم وعتادهم. تواصل القوات اليمنية والمقاومة الشعبية المدعومة من قوات التحالف العربي تقدمها في محافظة تعز ضمن عملية فك الحصار وتحرير المحافظة من الميليشيات الحوثية. من جانبه أعلن المجلس العسكري اليمني بالمحافظة مقتل أكثر من 40 من ميليشيات الحوثيين وصالح في المعارك التي دارت على جبهات القتال في المحافظة. وتمكن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وقوات التحالف العربي من تحرير مديرية الوازعية غرب مدينة تعز وسط هروب عناصر الميليشيات تاركين معداتهم العسكرية. في الوقت نفسه قصفت الميليشيات بصورة عشوائية أحياء سكنية بالمدينة، ما أسفر عن مقتل 6 مدنيين وجرح 4 آخرين. من جهة أخرى تواصل طائرات دول التحالف العربي قصف مواقع الحوثيين وتمشيط المناطق المحررة وفتح الطريق أمام قوات الجيش والمقاومة إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات مستهدفة تعزيزات عسكرية كانت في طريقها لتعز. تزامنا طالبت منظمة Human Rights Watch الحقوقية طالبت المتمردين الحوثيين في اليمن بالامتناع عن استخدام الألغام الأرضية المحظورة والمضادة للأفراد، مشيرة إلى أن هذا السلاح يؤدي إلى مقتل المدنيين. كما دعت Human Rights Watch مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى إنشاء لجنة دولية مستقلة للتحقيق في هذه الانتهاكات الخطيرة لقوانين الحرب وغيرها من الانتهاكات التي ترتكبها جميع أطراف النزاع في اليمن على حد وصفها. وكانت تقديرات الأمم المتحدة قد أفادت بأن النزاع اليمني خلف أكثر من 5000 قتيل بينهم 2600 مدني على الأقل وقرابة 25,000 جريح منذ نهاية مارس الماضي. شن الطيران الحربي الإسرائيلي 3 غارات على مواقع لفصائل فلسطينية في قطاع غزة دون وقوع ضحايا، واستهدف القصف الجوي موقعي الخيالة واليرموك التابعين لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس شمال غرب مدينة غزة. وفي القدس المحتلة اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية 3 شبان من بلدة عناتة شمال شرق القدس واقتادتهم إلى أحد مراكز التوقيف والتحقيق في المنطقة، كما أصيب 5 فتية من تلاميذ المدارس بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط خلال مواجهات اندلعت في بلدة جبل المقبر جنوبي القدس المحتلة. الآن موعد وقفتنا الثانية في هذه البانوراما، جولة في ملاعب العالم مع الزميلة فاتن عبد المعبود. إليك فاتن. شكرا غيبة، شكرا دكتور علي.
مشاهدينا الكرام، اهلا بكم وقفتنا الرياضيه، وفيها الفيفا يرفض استئناف بلاتر وبلاتيني ضد قرار لجنه القيم بايقافهما مؤقتا لمده 90 يوما. بعد تزايد اعداد اللاجئين السوريين واطفالهم الذين حرموا من التعليم، وفرت جمعية نبع الحياة الأهلية ببيروت تعليما بديلا ورعاية اجتماعية وتعليمية مجانا. تستضيف الجمعية نحو 100 طفل تتراوح أعمارهم بين 6 أعوام و14 عاما، حيث تقدم لهم برامج تعليمية متنوعة تساعدهم في المستقبل على إيجاد مهن لتحسين دخلهم. مع تزايد أعداد اللاجئين السوريين بفعل الحرب الدائرة في سوريا، حرم الكثير من الأطفال من تلقي الخدمات التعليمية، لكن جمعية الإيمان المتبادل أو نبع الحياة الأهلية ومقرها بيروت وفرت لأطفال الشوارع واللاجئين الذين حرموا من التعليم تعليما بديلا ورعاية اجتماعية وتعليمية مجانا. فهناك أكثر من 1500 طفل يعيشون ويعملون في شوارع لبنان، يحصلون على قوتهم من خلال العمل كباعة جائلين. جمعية الإيمان المتبادل مهمتها هي توفير الخدمة التعليمية لهؤلاء الأطفال، حيث يستضيف المركز نحو 100 طفل تتراوح أعمارهم بين 6 أعوام و14 عاما. من خلال خدمة Spring of Life برنامجين، برنامج صباحي وبرنامج مسائي. برنامج الصباحي هو مهدف تحديدا يحتضن الأطفال يلي بيكونوا موجودين خلال النهار بالطرقات، والهدف منه انه نقدر نحتضن هالأطفال، نأمن لهم مكان آمن خلال النهار، نقدم لهم التعليم البديل يلي بخليهم يصيروا يعرفوا يقروا ويكتبوا، وبالتالي بتساعدهم حتى بعدين يتوجهوا على مهنية، يكتسبوا مهنة يبنوا مستقبلهم عليها. يركز البرنامج الصباحي في الجمعية على توفير التعليم الأساسي للأطفال الذين تسربوا من المدارس أو لم يتسن لهم الالتحاق بها بسبب عدم وجود أوراق خاصة بالهوية أو مشكلات سلوكية. أما البرنامج المسائي فإنه يوفر مساعدة في عمل الواجبات المنزلية للأطفال بعد الدروس. وهناك برامج أخرى تشمل توفير رعاية صحية مجانية للأطفال وذويهم، وكذلك أغذية وملابس مجانية، إضافة إلى مخيمات موسمية ورحلات. عندهم الاولاد شوي صعوبه باخذ بلقط الحرف، يلقطوا الحرف، عندهم صعوبه كثير كبيره، بس نحن اجمالا ما بنشتغل مع الولد انه هو يطلع لعنا، نحن بننزل للمستوى اللي هو فيه اجمالا، وبنرفعه شوي وشوي، لانه اذا بلشنا من فوق معه فكثير رح نفشله. الاطفال بالمركز قالوا انهم يستفيدون من انشطه المركز بدرجه كبيره. بس فتت على المركز علمونا وعلموا كيف نحكي والاحرف الابجديه، كنت ما اعرف حرف اسمي، وكثير عم يبسطونا ويلعبونا، واكثر شيء طلعونا رحلوا العاب. مركز نبع الحياه يحصل على تمويله حاليا من تبرعات الافراد والحفلات التي تقام لجمع تبرعات له. نهايه بانوراما النيل، واليكم تذكره باهم العناوين. الرئيس السيسي يراس اجتماعا للمجلس الاعلى للقوات المسلحه. هولاند يعلن أن فرنسا ستقود حربا سياسية وعسكرية ضد تنظيم داعش، ومقتل شخصين واعتقال 7 في عملية لمكافحة الإرهاب شمال باريس. انطلاق فعاليات مؤتمر أخبار اليوم لدعم السياحة بمدينة شرم الشيخ تحت شعار صناعة الأمل في بلد السلام. نهاية هذه البانوراما، شكرا لحسن متابعتكم وإلى اللقاء.